إذن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أكد من جانب آخر على أن التغييرات التي شهدتها المؤسسة العسكرية في الآونة الأخيرة هي تغييرات عادية وتصب في إطار بناء الدولة. أعتقد أن التغييرات الأخيرة التي شهدتها المؤسسة العسكرية تغييرات طبيعية تندرج في إطار التصور الجديد لرئيس الجمهورية لبناء دولة القانون ودولة المؤسسات، وهذه حركة عادية وطبيعية.